الوايت سقستنا وقالت لك بلي حبت تدير محتوى سفر وسقستنا اي موقع تنصحوها انها تدير المحتوى تاعها. يفو سافوار كو ما كاش موقع خير من الاخر، انا بو موا كاع المواقع سوفال، مي الا راكي حابه ديري محتوى اللي يمشي لك رابيدمون انا ننصحك تيك توك. جو بونس كو فهمنا كامل باللي تيك توك فيه تفاعل كبير ولي فيديو فيه يمشيو رابيدمون. علاش؟ باسكو الالغوريثم تاع تيك توك راهو يحفز في هذا الشيء. كي ديري اون فيديو تعرفي برك الوقت اللي تبوستي فيه. دايوغ هاد العفسه لازم تكمل تقولوا ديروها، ما فهمتش علاش ما ديروهاش. ادخلوا في الكونت تاعكم في لي بارامتر في لي ستاتيستيك، وفي لي ستاتيستيك تعرفوا اكزاكتومون وقتاش البوبليك تاعكم يكون كونيكتي وقتاش يكونوا منفعلين، وتما حطوا الكونتوني تاعكم. لا ديفيرونس بين انستغرام وتيك توك انا ا مون افي سي كو انستغرام لازم يكون محتوى فريمون ترافايي بزاف. تيك توك تقدر تو بيرميت دير فيس خفاف فيلمين رابيدمون، مي ديرنييرمون في 24 الانستغرام ولا يحب المحتوى المخدوم بيان بلي درون بلي كاميرا بروفيسيونيل. حسيت بلي هذا المحتوى سي فري اللي كان محفور من دوكا ولا يمشي بزاف في لي غيل، والمحتوى اللي يمشي ثاني لازم يكون قصير، ما ديريش دي فيديو طوال ومملين، ديري عفايس قصار كاين سكوند. باغ اكزومبل كاين واحد صانع المحتوى اللي انا نتبعو بزاف واسمو سليمان. وي تلاقي شتي سليمان يدير دي بال فيديو 15 20 سكوند يفك روحو كاليتي شابه ولي فيديو تاعو يمشيو مش نورمال. ما يحبوش لي فيديو طوال سي سا. لازم الالغوريثم يحب لي فيديو قصار، باسكو كيما كنا نقولوا البارح دوكا الناس ولاو يحبوا الفاست كونتنت. اكزاكتلي. ما يحبوش حاجه ثقيل على بها يوتيوب دوكا ولا ما يتمشاش. انا ندير هاد العفسه. لي كونديسيون تاع انستغرام 2024 ما لازمش تكون لا فوا اوف في لا فيديو. وي باسكو يفهم بلي سي اون بوبليسيتي دونك يخبيها لك الماكسيموم. صح انستغرام فيها هاد العفسه.